السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الآن من خلشانة، اندلاع حريق مهول بمنطقة أولاد وينجل. طبعا هنعرف مع بعض سبب الحريق وإيه اللي حصل بالظبط، بس ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اندلعت حريق مهولة جدا في منطقة أولاد وينجل، وحسب شهود العيان ما قالوا ان في صاعقة رعدية نزلت على جبل واشعلت النيران في الغابات اللي موجودة في جبال ولاد وينجل. طبعا لا حول ولا قوة الا بالله، منظر مروع جدا. ربنا معاهم وربنا يسترها على اخواتنا كلهم يا رب. وده كان الخبر بتاعي، لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واترككم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.